السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Kembali berjumpa para pemirsa Nabawi TV dimanapun antum berada. Alhamdulillah kita sekarang bertemu kembali dalam program wawancara eksklusif dengan para tetamu kita dari negeri Hadramaut Yaman. Masya Allah datang ke tengah-tengah kita sekarang tamu seorang anak dari tokoh mulia, salah satu tokoh penting dalam Sadar Alawi yang baru saja meninggalkan kita, meninggal, yaitu Sayyid Al-Habib Alwi bin Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Mashhur Al-Adani, juga didampingi oleh kawannya dan salah satu muridnya Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Mashhur, yaitu Al-Sheikh Sameh bin Jamal Al-Kuhali. Masya Allah, beliau sudah jadi orang Indonesia sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaif halukum ya Sayyid Alwi? Alhamdulillah. Masya Allah, nawartum Indonesia ala ziaratukum wa antum kadhalik ala murafaqat ibn syekhukum. Alhamdulillah. Jazakumullah ta'ala wa ra'akum. Jazakumullah wa ya'fa'anna khair al-jaza' ala hadhihi al-istidhafah al-karimah. Masya Allah. Dia beri terima kasih kepada antum semua, para yang para pemirsa dan jajaran TV Nabawi yang telah mengundang beliau untuk hadir di acara program wawancara eksklusif ini. Kita lebih santai gitu ya. Masya Allah. Mata al-usul, Habib? Lana qurabat al-15 yom huna fi Indonesia. 15 yom. Awal nuzulukum ila? Ila syargiyya fi Nanku Jajar. Hunak markaz al-Adani. هو المركز الرسمي التابع لربط التربية الإسلامية التي كانت تتبع لسيد الوالد، فيكون نزولنا إلى هناك ثم منها نخرج إلى بعض الأماكن المختلفة. ما شاء الله. Jadi awal kedatangan beliau Al-Habib Alwi ya langsung ke Jawa Timur ke tempat بالتحديد اسم المكان ايه Nongko Jajar. Nah, di sono ada satu lembaga yang resmi yang memang dibina langsung oleh Al-Habib Abu Bakar. Habib Abu Bakar tanpa terjemah. Yang dibangun oleh Habib Abu Bakar resmi. Jadi beliau ke sana kira-kira sudah 15 hari. Masya Allah. Ya Habib, Masya Allah, syakhsiyatul walid, syakhsiyah ma'rufah, Masya Allah, ala mustawal alam al-an. Bita'kid, walhamdulillah yarhamuh, lahu dur عظيم يعني في خدمة السلف السادة العلويين وبس بل وفي خدمة الإسلام بشكل أجمع. والحمد لله نعرف عن شيخنا الحبيب أبو بكر كما نعرفه نحن كتلاميذ وكمحبين، ولكن نريدكم يعني بمجيئكم هنا أن تبين لنا أكثر عن شخصية الوالد، خاصة في أخلاقه، أو تبدأ الآن مثلا في نبذة عن سيرة الوالد من حين ولادته، يعني لما توفي رحمه الله، يعني انتقل إلى رحمة الله، يعني نريدكم أن تبين لنا، تعرف لنا حتى يزداد لنا حبا للوالد. ما شاء الله. ما شاء الله، حفظكم الله. أحمد الله سبحانه وتعالى في البداية على هنهيئ لنا اللقاء بكم في هذه القناة المباركة. وفي الحقيقة مثل هذا الأمر يحتاج إلى وقت طويل، ولكن اختصارا فسر هذا الأمر كان في التربية والبيت الصالح الذي نشأ فيه سيد الوالد عليه رحمة الله تعالى، وكان مولده ببلد أحور، مولده ببلد أحور بلدة قريبة من عدن، كان يقطن فيها للجد علي بن أبي بكر المشهور عليه رحمة الله، وكان يخصهم بالعناية والرعاية الشديدة، لأن الوقت في ذلك الزمان كان مخيف، كانت البلد خارجة من آثار مرحلة استعمار وداخلة في شيوعية ولا دينية ومثل هذه الدعايات الكثيرة، فكانت الناس يعني مضطربة الأحوال، فكان والدهم حريصا على أن أساس التربية يكون من البيت، وإن خرجوا من البيت فيكون خروجهم إلى المسجد، فكانوا منتقلين ما بين هذين المكانين.
ينشئهم على حفظ القرآن، ينشئهم على الأخلاق الصالحة، ينشئهم على محبة المساجد، على الصلاة في جماعة، على جميع المقومات التي نشأ هو عليها أيضا في بلد تريم، كما رباه أبوه وكما علمه حفظهم ورباهم وعلمهم مع وجود الخطورة الحاصلة في الواقع، لكن بفضل الله كانت رعايته لهم كبيرة وحاصلة وتامة في جميع الأمور. وما أن بدأ الوالد عليه رضوان الله بالتمييز ويبدأ يفهم الكلام ويستطيع أن يقرأ ويكتب، حتى حبذ له والده أن يحفظ القرآن، وكان ذلك افتتاحا لحياته بالخير. فما جلس قرابة 2 أو 3 سنين إلا بفضل الله أتم حفظ القرآن ما بين سن 7 و8. أتم حفظ القرآن، وبعد ذلك بقي في مراجعات وبقي في قراءات ومدارسات مع والده، وخاصة أن والده الحبيب علي من أهل القرآن ومن يتلو القرآن ليلا ونهارا في جميع الأوقات، فكان يصاحبه دائما في مراجعة الحزب وفي حفظ القرآن ويتابعه في ذلك، مع وجود النصيب الأهم في مسائل التربية والسلوك، وجود النصيب في دراسة العلم الشرعي من الفقه، من العقيدة، من السلوك، من الحديث، من الأشياء التي كان ينشئهم عليها. هذا فترة طويلة من الزمن حتى كبروا ودخلوا إلى المدرسة التي هو أسسها، حتى لما أن أرادهم يدخلوا مدرسة كان عندهم مدرسة هو أسسها لأهل البلاد تمشي وتسير على النظام الذي هو يريده في هيئة الطلاب وفي المناهج التي يدرسونها وفي التعليمات والتربية والسلوك التي يأخذه الطلاب، ولو أنها كانت تابعة للحكومة من حيث الإشراف، لكنها في الحقيقة كانت إدارتها إليه. فبفضل الله وبرعاية من هذا الوالد من الحبيب علي بن أبي بكر المشهور عليه رحمة الله، استطاع أن يكون هذه الشخصية عند الوالد أبي بكر العدني. فما عاد سافر الجد علي إلى السعودية وتركهم، خاضوا غمار الحياة، اختلطوا بالواقع، دخلوا في مدارس الحكومية، دخلوا في المعاهد التربوية، لكن مع وجود الحفظ الذي كان أساسه أو كان نتيجة لما تربوا عليه ولما رسخ في قلوبهم ولما رسخ في أذهانهم، ومع وجود القرآن ومع وجود التربية، ما استطاع الواقع أن يؤثر فيه ذلك التأثير، ولا استطاع أن يخترقه، بل كان هو من يخترق الواقع، هو من كان يؤثر في من حوله، من يصاحبه، من يشاهده. وكانت له هوايات كما نسميها نحن في وقت الشباب، كان يحب القراءة جدا، ويحب الاطلاع في كتب السيرة، يحب الاطلاع على الروايات المختلفة، يحب القراءة في كتب الأدب العربي، وهذا ما نمى عنده حب الكتابة. كان يحب أن يكتب، يحب أن يكتب اليوميات، يحب أن يكتب الشعر على أنواعه المختلفة، سواء كان الشعر الحكمي، سواء كان الشعر الشعبي، سواء كان شعر التفعيل أو ما يسمونه بالشعر الحر، كل هذا كان نابعا من اهتمامه بهذه الهوايات. وبعد ذلك جاءت مرحلة من المراحل التي انتقل فيها إلى منطقة عدن أو مدينة عدن، صار مدرسا فيها وعصفت به الحياة في أدوار كثيرة، ولكن خلاصتها أن ضاقت الأحوال في بلاد اليمن، فاضطر إلى أن يخرج من بلادنا إلى بلاد الحجاز التحاقا بوالده في عام 1400. بعد ذلك حصل له الارتباط بسيد الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف عليه رضوان الله تعالى، ووجد فيه ما لم يجده عند غيره من الأئمة والعلماء، فوجد فيه الإنسان الذي يستطيع أن ينمي حتى أنه كما نسميه الهواية التي هو يحبها من كتابة، قراءة، من اطلاع، من طلب للعلم، من كتابة الأشعار، ويتلقى منه ما يريده ويبحث عنه من العلم، وما يريده يبحث عنه من التربية السلوكية التي قلما يجد أحدا من رجالها. فكان ارتباطه بسيد الحبيب عبد القادر ارتباطا وثيقا، بقي عنده ملازما له في جميع أوقاته، إلا ما كان يقوم فيه بالإمامة في المسجد، حيث كان إماما في مسجد العيسائي ومن قبله مسجد رمضان في بلد جدة، وملازما لمجلس الحبيب عبد القادر، حتى كانوا يقولون مكان الحبيب أبو بكر معروف في الدرس، فإذا جاء أحد يقول له شوف هذا مكان أبو بكر المشهور، فصار معروفا محله بين الناس، حتى يكون أول من يدخل وآخر من يخرج في الدروس، ما شاء الله. وبقي على هذا سنين عديدة حتى جاء الإذن بأن يخرج في الدعوة إلى الله، كنتيجة يعني طبيعية لما سبق من تكوين الذات ومن ترسيخ العلم ومن
تنمية المواهب وتنمية الملكات التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لهذا الإمام. فبدأ خروجه في الدعوة إلى اليمن من بداية في بلد عدن وأحور وما حولها من البلدان الجنوب، وكذلك الطلوع إلى بلد تريم. وكان رضي الله تعالى عنه يؤسس، أول ما أسس رباط العيدروس في منطقة عدن، وكان منطلق الدعوة وبداية الدعوة من هذا الرباط، حيث كان له رؤية موافقة للعصر الذي كان يعيش فيه وتعيش فيه الناس، أن كثير من أبناء السادة وكثير من أبناء آل البيت وكثير من المنتمين إلى المدرسة الحضرمية بشكل عام يأتون إلى بلد عدن أو حتى إلى غيرها من بلاد اليمن يدرسون الجامعات، حيث أنهم بلدانهم قد لا تكون فيها فروع جامعات معينة أو دراسات متخصصة بحد ذاتها، فيأتون إلى هذه البلاد وقد تضيع أوقاتهم، تضيع أحوالهم بكونهم ينشغلون بالدراسة ثم يجدون الأوقات الأخرى فارغة كل الفراغ. فعمل هذه الأربطة لحفظ أوقات هؤلاء الشباب ولربطهم بالمدرسة التي نتكلم عنها، التي تعنى بجميع الناس، سواء كان شابا يدرس في الهندسة، سواء كان يدرس في الطب، سواء كان يدرس في الميكانيك، أي نوع من أنواع العلوم المختلفة. فكما تكون في أمر دنياك تكون في أمر دينك، يحفظ لهم الأوقات التي يكون فيها لهم نسبة من الفراغ، وفي ذات الوقت يعينهم في قيامهم بالدعوة إلى الله، ويعينهم في قيامهم بمحافظة على أمور دينهم وشؤونه، مع القيام بالحد الأدنى من الواجبات الشرعية، من العلوم الشرعية عفوا، ومن علوم العقيدة، ومن علوم مراتب السلوك، التي نخرج بها إنسان نافع للمجتمع، إنسان مكتمل الأركان. فكما هو طبيب هو داعي، كما هو مهندس هو داعي، كما هو مثلا مزارع هو داعية. فليس الدعوة مقتصرة على شخص الإنسان صاحب العمامة وصاحب الرداء وصاحب الثوب، لا، بل الدعوة تكون بالأفعال، تكون بالسلوك، تكون بالمعاملة في أي مجال كان. فبقي على هذا حتى فتح الله على يديه قرابة 42 رباط ما شاء الله في نواحي اليمن وما حولها، ما في نواحي اليمن شمالا وجنوبا، ثم هيأ الله أن يفتح الرباط هنا مركز العدني هذا في جبهة شرقية بإشراف أخينا الشيخ سامح الكهالي حفظه الله تعالى ورعاه، وجعله الله منطلقا للخير في هذه البلد المباركة، بلد إندونيسيا. وكان يجمع من الطلاب الشيء الكثير، سواء كان في أيام الدراسة الأساسية أو الرسمية التي يقبل فيها الطلاب فيسكنون في الرباط تحفظ أوقاتهم، وكذلك يعمرون يقيمون أمر دراستهم الأكاديمية، أو في الإجازات الصيفية تقام، كانت الدورات الصيفية الخاصة بهذه الإجازات، وكان يحضر إليها من المنتمين عدد كبير، حتى أنه بلغ في إحدى السنين المنتمين إلى الدورات قرابة 32,000 طالب في بلد اليمن. وكانت الثمرة بفضل الله ثمرة ناجحة وثمرة قيمة، حيث أن ولو لم نخرج قضاة ومفتين ودعاة بالمعنى الكامل في جميع من يعني في جميع من انتسبوا أو انتموا لهذه الأماكن، لكن غرس فيهم الحبيب عليه رضوان الله معنى الهوية ومعنى حقيقة الانتماء إلى المعاهد الشرعية وإلى المدرسة الحقيقية، التي بهذا الانتماء لم يختلطوا مع أحزاب سياسية، لم يختلطوا مع أحزاب صراعية، لم يختلطوا مع أحزاب أصحاب إشكالية أو أي مسميات مختلفة في بلادنا ولا في أماكن أخرى. فجعلهم الله سبحانه وتعالى حافظين لطريقتهم ودعاة ولو في أنفسهم أقل القليل، فهذا كان من فضل الله ومن نعيمه. وبعد ذلك تغيرت الأحوال وتغيرت الظروف، فأغلقت بعض الأماكن التي كانت تتبع لهذا الحبيب، وبقي منها مجموعة من الأربطة، مثل الرباط الأساسي في آخر الوقت كان رباط الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى في منطقة الحسيسة التابعة لسيئون، ما بين سيئون وتريم، وكذلك رباط الإمام العيدروس، رباط الكعيتي، الإمام الكعيتي، ورباط المشهور هؤلاء في عدن، ورباط بحر النور، ورباط الريان، هؤلاء في المكلا. هذه الأماكن التي بقيت، وكذلك بقي عندنا فرع الأربطة الذي هنا، وهو رباط المركز الإمام العدني في جاوة الشرقية تابع الباسروان. وبعد ذلك كان إحياء لمنهجية العمل المؤسسي المستجد الذي يحتاج إليه العصر والواقع، فبدأ بافتتاح كلية الوسطية الشرعية ابتداء وللعلوم الشرعية والإنسانية، وبفضل الله تطورت هذه الكلية حتى صارت جامعة تحمل ثلاث كليات، وإن شاء الله يكتب
لها بإذن الله الاتساع ويكتب لها مزيد الانتفاع بإذنه سبحانه وتعالى. وبالتأكيد له من المؤلفات الشيء الكثير، وله من المقاطع الصوتية والفيديو وغيرها شيء كثير، مما في الحقيقة كان له تقريبا تقرب إلى كم من مؤلفات الحبيب؟ أما المؤلفات التي إذا ذكرنا كل المؤلفات فستكون كثير، تقريباً لكن هي أكثر من المئة بالتأكيد. بالتأكيد نعم، هي أكثر من المئة. هذا في مجال التأليف الخاص بعلوم الفكر وعلوم التصوف السلوك وبعض الأشياء في علوم الشريعة التي كان يكتبها، لكن هنالك تخصص آخر سيد الحبيب هو المنظومات التي كان يعكف آخر سنوات حياته على نظمها وعلى حفظها، حيث كان يعلم أن من أهم الأشياء التي يجب أن يدرس أو أن تحفظ مسألة المناسبات، فكان يكثر النظم في المناسبات، حتى لو فرزنا أو جعلنا منظومات هذه على جانب ستبلغ لوحدها 100 وزيادة في المناسبات فقط، في المناسبات سواء كانت في حوليات الأفراد والأعلام، سواء كانت في الصحابة والتابعين، سواء كانت في أمهات المؤمنين، في سيدة فاطمة، سيدة خديجة، سيدة عائشة وغيرهن من الصحابيات، سواء كانت في المناسبات الرجبية الشعبانية الإسراء والمعراج في مولد النبوي، ما شاء الله الشيء الكثير حتى قد تبلغ إلى 100 أو زيادة عن ذلك. فكان له هذه المؤلفات الكثيرة التي حصل بها الانتفاع وحصل بها كثير من الاستفادة في حفظ الأوقات واستغلال المناسبات حتى تعود على المسلمين بالذكريات في يعني أفضل صورة وأبهى حلة. فجزاه الله خير الجزاء على هذا الذي قدمه عن لجميع الأمة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يجعلنا وجميع الإخوان ممن يسيرون على سيرهم وينتهيون نهجهم في الظاهر والباطن. آمين. اللهم آمين. ما شاء الله ما شاء الله، رجل يعني بمعنى الرجل ما شاء الله، أنفق جميع حياته يعني في خدمة الدعوة والعلم، وخاصة في خدمة السلف ما شاء الله. لكن الحبيب أبو بكر رجل متميز، داعي متميز، عالم، وخاصة في رؤاه، يعني له رؤية عجيبة يعني، وأنا على عقيدة على اعتقاد أن الله ينطق علماء، ينطق العلماء كل زمان بما يوافق يعني أهله ما شاء الله، خاصة الرؤية المستجدة هذا في قضية مسألة رباعية الأركان. وممكن نريدكم أن تنصحوا لنا ولأبناء الأمة خاصة على منظور رباعية الأركان، ما هو الأهم يعني لهم يعني في الاعتناء خاصة في مثل هذا الزمان، يعني له لأنفسهم ولأسرتهم ولعيالهم، وكيف طريقة فهمهم لهذا المنهج يعني المعتبر الجديد، ولكن في الحقيقة لها أسس قديمة. نعم، ممكن أن تبدي لنا باختصار يعني عن رأي الوالد خاصة في مسألة رباعية الأركان. في الحقيقة هو علم الركن الرابع بالعلم بعلامة الساعة، هو علم يعني بالتأكيد قديم التأصيل والثبوت، لكن ما عمل عليه سيدي الوالد رحمه الله تعالى تقعيد هذا العلم وجعله في قواعد منضبطة يستطيع الإنسان أن يستخدمها بما يعينه على فهم النصوص وبما يعينه على ربط الواقع بالنصوص أو ربط التاريخ بالواقع. بالطبع الكلام في هذه المسألة متشعب، ولكن الأهم ليس نفهم أهمية رباعية الأركان من حيث كونها رباعية أركان أو كونه ركنا من أركان الدين، لكن الأهم هو أن نعرف اللب الذي يتكلم عنه هذا العلم. فإن هذا العلم وظيفته هو صيانة الثوابت، من حيث أن علم الإسلام والإيمان والإحسان ثوابت قامت عليها أمة الإسلام سنين طويلة. وما كنا نرى معنى الصراع، ليس الاختلاف ولكن الصراع الذي يبنى على الخلاف، الذي بني عليه اتهام كل طرف لأخيه المسلم من الطرف الآخر باتهامات مختلفة لا يتسع المكان لذكرها، ولكنها من كل نوع من كل صنف، سواء اتهامات عقدية أو اتهامات فقهية أو اتهامات سلوكية أو كائنا ما كانت تلك الاتهامات،
مثل هذا العلم الذي يتكلم عنه زيد الحبيب هو علم يصون هذه الثوابت، يشير لنا أننا لما بقينا مدة طويلة من السنين ندرس الإسلام ويحصل الاختلاف فيه، نسمع عن المناظرات بين الأئمة، نسمع عن المناظرات والاختلافات بين الفقهاء، ولم نسمع من قبل عن وجود الموجة العارمة الشاملة التي تكفر أطرافا كاملة، تكفر جماعات بكاملها أو تتهمهم بأي نوع من الاتهامات. هذا نوع من الأوصاف التي جاءت مستجدة. مثل هذا العلم يبحث في هذا الأمر، فمن أين كان مكمن الخلل؟ من أين جاء هذا الخلل؟ وهل تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أشار النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه إلى مثل هذا الأمر؟ فإذا فهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار له، فما هي المعالجة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على البيضاء، أو في رواية تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ولا يزيغ عنها إلا هالك. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا إلا وتكلم عنه وبينه وأشار إليه. ومن أهم هذه الأمور كل ما يجري من مستجدات الأحوال ومستجدات الأمور المختلفة كما يسميها الحي أبو بكر في علم فقه التحولات فقه المستجدات والمتغيرات. فالمستجدات هي الأمور التي جاءت من غير سابق عهد، لم يكن لها سابق، بل هي أمور مستجدة مبتكرة جديدة من الجديد. والأمور المتغيرة هي التي كان لها سابق وجود لكنها تحولت أو تطورت أو تغيرت، سواء كان تغيرها سلبيا أو تغيرها إيجابيا. مثل هذه الأشياء لما ننظر إليها من منظار الإسلام، من منظار الشريعة فقط، نجد النظر فيها كان ضيقا أو في حدود معينة. ولما ننظر إليها من منظار الإيمان كذلك في حدود ضيقة، منظار الإحسان كذلك في حدود معينة. هذا العلم يعنى بدراسة كل هذه الأمور في جميع الأحوال، في جميع النصوص، أين مكمن الخلل الذي دخل على الإسلام، الذي دخل على الإيمان، الذي دخل على الإحسان، ثم كيف نعالج هذا الخلل، كيف نوجد المعالجة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا نريد أن كما يسمي البعض أن نضيف شيئا لا يحتاجه الناس، أو أن البعض قد يظن أن العلم بعلامات الساعة مقتصر على العلامات، فعلا اسمه على مسمى، فهو يتكلم عن العلامات أو عن الأخبار آخر الزمان. لا، بل هو علم يتكلم عن قواعد، عن خمسة علوم جعلها الحبيب متفرعة عن هذا العلم، وكل واحد منها لو جلست تتكلم عنه لأخذت حلقات وحلقات، برنامج كامل تأخذه، في سواء علم الإشارات والبشارات والنذارات وما يبنى عليه من حصانة، وما يبنى عليه من إيجاد أهل النمط الأوسط الصحيح التي تأخذ منهم الأقوال في كل زمان ومكان، أو سواء علم النواقض والنقائض، هو العلم الذي يعنى بدراسة كل ما يريد أن يهدم الدين، سواء من أمور الحياة أو من الأمور التي تجيء بصورة الدين متلبسة بصورة الديانة. هذا علم يدرسها، أو سواء علم مستجدات العلوم النظرية والتطبيقية، هو العلم الذي يعنى بجديد الثقافات، بجديد المعارف، بجديد الحضارات، وأين موقعها من الديانة. هل فقط موقعها في هل يحل أو هل يحرم فقط لا غير، أم أن لها أصلا في الدين، أن لنا أصلا في الاختراع، أن لنا أصلا في الاكتشاف، له محل في الدين لابد أن نتابعه. وكذلك العلم الذي يتعلق بالأشراط الكونية والملاحم، وهو الذي غالبا أكثر الناس تقتصر علم فقه التحولات وتحصره فيه، أو العلم الخاص بربط الديانة بالتاريخ، وهو علم هام الذي يبين لنا أصل التاريخ الإنساني، وكيف أن الله سبحانه وتعالى لما خلق البشرية جعلها مرتبطة بالديانة، فجعل علمها ومعارفها وحتى تجاربها مرتبطة بالديانة، وكيف أن أهل الشيطان ومن يسير بسيره يريد أن يشوه هذا التاريخ ويحوله إلى صدف وإلى تجارب نظرية وإلى تجارب عملية وتشويهات فكرية ليس لها أصل لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر مهم يحتاج إلى كل باحث إلى أن ينظر فيه، يحتاج كل باحث إلى أن يستعين به. وفي الحقيقة صرنا نجد الإشكالات في معاهد، في الإخوان، في بعض الناس العوام أو غيرهم يستشكلون هذه الإشكالات. بعض الأشياء ما نجد لها مثل يعني إجابات واضحة في الدين، بعض الأشياء نسمع درس الحديث، نسمع درس الفقه، نسمع ولا نجد الإشكال الحل لهذه الإشكالات. فغالبا أن المنظار الذي يعالج منه هذا المسألة هو منظار غير مناسب لهذه المسألة. كان بعضهم يسألوا في مسائل، بعض المسائل في التربية، فكنا نقول أن التربية تختلف بكل اختلاف زمان وباختلاف الأماكن وباختلاف الإنسان كذلك، فكل زمان يتغير مسألة التربية فيه، تتغير مسألة النظر حتى في سلوك الأطفال. ما كان سيئا قد يكون فيه نظر الآن، ما كان كذا قد يكون فيه كذا.
هذه الأمور تتغير باختلاف الزمن، وما يعلمك هذا إلا هذا المفتاح الذي هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فجعل الله سبحانه وتعالى قبولا لهذا العلم في أوساط، خاصة الأوساط الفكرية، أوساط الجامعات، أوساط طلبة العلم، وأوساط المتعلمين في الجامعين وبين الدراسة الشرعية والأكاديمية. وأسست وأنشأت جامعة الوسطية الشرعية بصدد إحياء هذا العلم، أولا من حيث تنمية طلاب العلم الذين يفهمون معاني ويقيمون أساساته مرتبطة بعلوم الشريعة الأخرى، وأيضا إقامة المراكز التي قد تكون فيها استخراج لبعض الأبحاث الهامة التي يستطيع الإنسان أن يستفيد منها في جميع شؤون الحياة. إن شاء الله. يا أخي الرؤية، يعني رؤية خاصة تحتاج الأمة المتأخرة في أيام الصراع، أيام التحريش، تحريش الشياطين ما شاء الله. والآن ممكن الشيخ سامح كخاص من تلاميذ السيد الحبيب أبو بكر، وأنتم الآن ما شاء الله تقيم على المركز الفرع الرسمي التابع لمدارس أو الأربطة التابعة للحبيب أبو بكر، ممكن تقدر أن تزيد أو تعطينا المزيد من نصيحة الحبيب خاصة لأهل الزمان، أو النصيحة يعني السهلة معرفتها خاصة لعوام الأمة؟ يعني مثلا هل في قضية التربية والتعليم علاقتهم بينهم وبين أستاذهم؟ هذا صار الآن العلاقة بين التلاميذ والأستاذ الآن صار ما شاء الله ما 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 في علاقة، بس علاقة سيئة، بل قد تقدر التلاميذ أن تدعي وترفع القضية لحبس الأستاذ في مثل هذا الزمان. يعني كيف الرأي منكم ومن الشيخ، خاصة هذا سؤال موجه لعوام الناس، لمن لا يهمهم الدراسة بعمق عن الدراسة الإسلامية، بس نصيحة يقبلهم بسهلة هكذا كرجل مسلم ومعاملتهم بينهم والبين هكذا. منكم أولا يا أستاذ. أولا نحمد الله تعالى على هذه الفرصة، وثانيا ما يمكن أن نزيد، أخي سيد علوي أعلم وأعرف وهو في مقام البنوة الأصلية، ونحن إن شاء الله نكون منتمين إلى دائرة سيد الحبيب عليه الرحمة والرضوان، وأسأل الله تعالى أن يبلغه عنا أخبار تسر خاطره في برزخه. أمين أمين. الحبيب أبو بكر كان رجل عنده سعة حقيقية محمدية يعرفها كل من يقترب من دائرته، ويعرفها كما تفضلتم الناس على مختلف التوجهات وعلى مختلف أطيافهم، بل حتى من الأشياء التي لفتت النظر عند كثير من الإخوان عند وفاة هذا السيد، الأطياف المتنازعة عندنا في بلدنا باختلاف توجهاتهم جميعهم يعزون في الحبيب أبي بكر باعتبار أنه رجل سلام. نعم. فكانت هذه مجرد التعزية من الأطراف المتصارعة بل المتحاربة في واقع الحياة بمختلف ألوانها، تدل على أن هذه الرؤية التي كان يحملها هي رؤية أصيلة، صح، علوية، نبوية، محمدية. إذا أردنا الإجمال هي التي نحتاج إليها. كنا نحن والحبيب علوي قبل أيام في بعض الزيارات لبعض المعاهد، لقاءات مع بعض الأساتذة، يكاد أن الكل كما تفضلتم يجمع على وجود خلل، وهذا الخلل كبير وفادح، والمصيبة يكاد أنه يصعب تلافيها، من حيث أن إشكالات في البيوت، إشكالات في الأسر لم تترك كبير ولا صغير ولا منتمي إلى علم شرعي أو غير منتمي إليه، بل حتى عوام الناس كما تفضلتم الكل يشتكي من أساليب التربية حتى مع بذل الجهد. إذا كان هناك من نصيحة، فإن العلم الموسوم بفقه التحولات أو فقه المتغيرات أو فقه المستجدات أو حتى فقه الثوابت يحتاج إلى توسيع نظر لمستجدات ما نعيش فيه. سيد الحبيب أبو بكر من كتبه العجيبة عمل كتاب سماه مختصر المختصر في الفقه. عجيب. قد يقول قائل ما الحاجة إلى تأليف كتب في الفقه مع أنها ما شاء الله متسعة،
كان يقول سيدي الحبيب بعض الألفاظ الموجودة في كتب الفقه تحتاج إلى توظيف وتحسين عبارة تتوافق مع الزمن. نعم. يعني في بعض المواضيع الحساسة التي كان الأوائل يتقبلونها برحابة بحكم بيئتهم ومجتمعهم، نحن اليوم لا، أولادنا وأبناء زماننا يعيشون أنواع مختلفة من وسائل التواصل. يرون عجائب، عمل كتب في السلوك، كان يقول هذه الكتب تجمع بين ما نحن بصدده من علوم المتغيرات وتأصيل علم الإحسان، مثل كتاب نفخ الروح، مثل كتاب آخر له أيضا في السلوك دليل المريد السالك. هذه الكتب تكلم فيها الحبيب عن ذات المواضيع المتعلقة بالسلوك وعلم الإحسان، لكن بقوالب جديدة، إن كان من نصيحة أو إن كان من شيء ملاحظ من واقع الحياة الفقير سنوات في هذه البلد. نحن نكاد نجمع، لأن أحيانا نسمع من البعض أن واقع هذه البلدان يختلف عن واقع العرب، نحن نقول النظر إليها من جانب واحد، أن هناك كائن متربص بالجميع وهو إبليس. نعم. لن يفرق بين بلد وبلد، ولا بين شخص وشخص، ولا بين جماعة وجماعة، كلنا مستثمرون ذرية آدم عليه السلام في الاحتناك الإبليسي. فإذا كان هناك من ملاحظة فهي أن الكل بحاجة إلى توسيع هذا المشهد واستيعاب مثل ما تفضلتم الطروحات. الحبيب أبو بكر واحد من كبار رجال المدرسة والطريقة، رجالنا كلهم الآن يتكلمون بلغة تختلف عن اللغة السابقة. نسمع في ألفاظ الشيوخ اليوم ما لم نكن نسمعه قبل 10 سنوات، قبل 20 سنة، حتى في أعمارنا نعل، فضلا عن ما سيقبل علينا من الزمان. ما تفضلتم بين من الإشكالات بين طلاب العلم والأساتذة، بين الطلاب والشيوخ، كان يقول بعض الأساتذة كانوا يقولون من علمني حرفا كنت له عبدا، قال في زمانكم صرت له ندا، فصار له منازع وعدو، وربما كما تفضلت يوقع في إشكال. كل هذا يلزم علينا ويحتم توسيع دائرة النظر، على الأقل توسيع دائرة النظر، إنه ما يمكن أن نبقى في الدائرة الواحدة والرؤية الواحدة والفكرة الواحدة والمنهجية الواحدة، وخاصة في مجتمعات مثل هذه البلدان متعددة الأعراق، متعددة الأديان، متعددة المذاهب، متعددة الأفكار، ومفتوحة للجميع. يجب أن يكون، كان الحبيب بكر يقول سترون بأنفسكم أن الجميع يطلب هذا. حتى الآن نحن نلاحظ كثير ممن عنده إشكال في مجرد النظر إلى مسألة الركن الرابع، إلى مسألة فقه التحولات، عندما يغوص في معانيه هو بنفسه يقر أن هذا شيء عجيب، بل يقول هذا شيء لم نسمع به، نقول هذا أصل ما أخبر عنه النبي، بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. كان سيد الحبيب دائما يقول لا نقف عند الأسماء، لا نقف عند المصطلحات، كان دائما يريد أن يغوص إلى عمق المعالجة، كيف يمكن أن نعالج. ودائما ما يأتي بلفظ جميل، يقول نحن أمام مرحلة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ماذا يمكن أن تنقذ من هذا الواقع المتداعي المختلف المفتوح الذي فيه أنواع وأشكال. كثير من المنتسبين إلى الدعوة من طلبة العلم لا يستطيع أن يستوعب أكثر من الدائرة التي يعيش فيها، وهذه مشكلة خطيرة. يجب أن يعني يمكن أن أقول إذا لم نستوعب نحن ما يدور حولنا الأرض تمشي ونحن في محلنا. صح. وهذا يلزمنا بمسؤولية كبيرة، خاصة في واقع بلدان إندونيسيا وغيرها من البلدان المجاورة لها، الأعداد الهائلة من البشر من المسلمين ومن غير المسلمين، كلهم هؤلاء مسؤوليتهم تقع على كل من قال لا إله إلا الله. ولذلك ساداتنا الصحابة من أصل 124,000 صحابي 10,000 في المدينة، و114,000 مفرقين في شرق الأرض وغربها إلى حدود آتشه وحدود الصين والهند وتركيا والمغرب. لماذا؟ لأنهم كانوا يحملون هذا الهم، يعيشون من أجله. اليوم مع وجود القنوات، مع وجود الوسائل، مع وجود هذه الطرق، يجب أن نضع القدم على القدم فيما وضعه لنا الرجال. هذا الحبيب بكر كم وضع من المنظومات، كم وضع من الكتيبات، كم وضع من الوسائل، حتى الذي عنده إشكالية في الركنية ومتعلقاتها اترك هذا الجانب وانتبه إلى ما يتعلق بالتربية، لما يتعلق بعلم الإحسان، لما يتعلق بعلم السلوك، وأهم من ذلك من وجهة نظر الفقير المتابعة. في هذه البلدان نلاحظ كثير من الحماس الجميل لكنه ما يدوم، حماس وقتي بحكم كثرة ما يعرض، كثرة المدخلات تسبب ضعف الاستمرار في القضايا حتى في طلبة العلم فضلا عن غيرهم. نعم. لذلك ما دام هذه الفرصة هي الله بدون كما ترون بدون استعداد أو شيء، فإنها كلمة تقال لأجل أن ربما تجد من يعي. دائما تجد، كان الحبيب بكر دائما يقول المشكلة ليست في أن يصل الصوت، المهم أن تتكلم بالكلمة الصحيحة، يعني يقول قول الكلمة لترضي بها الله تعالى، وبعد ذلك ليست مسؤوليتك أن تصل، المهم تقول. نعم. والدليل على هذا الكلام شيء بشيء يذكر،
نحن الرباط الذي نحن فيه في منطقة تكاد أنها نائية. يأتي إلينا بعض العلماء بعض الحبايب يقول أنا من هذا البلد ما أتصور أن مثل هذا الجبل يوجد فيه مثل هذا المكان، ويأتون إلى طلبة العلم من أماكن مختلفة. قلنا يا حبيب والأعجب من ذلك أن هذه الأشياء التي كتبها الحبيب ونظمها الحبيب ما كان أحد يتصور أن تصل إلى هنا، لكن الهمة القوية والنية القوية. بل وأعجب من ذلك وأختم به، كان الحبيب أبو بكر يذكر دائما قصة، دائما يذكرها لنا في مجالس التربية، والحبيب علوي يعرف قصة حصلت في رجل دخل إلى مجلس الحبيب عبد القادر واعترض، معروف الأمر. لكن جاء الحبيب أبو بكر في اليوم الثاني لما رأى معالجة الحبيب عبد القادر المشكلة بإيقاف الدرس أولا حتى لا تثار المشكلة، قال من الغد ما في روحة تتقف الروحة. قال الحبيب أبو بكر سمعت كلام الرجل ودونت بعض الملاحظات في الكلام الذي طرحه باعتبار أنه إشكال علمي. فلما جئت في اليوم الثاني إلى الحبيب قلت هذه إجابات عن المسائل التي تركها الرجل. قال له الحبيب بلطف لأن ما نحتاج إلى هذه الإجابات، وأشار له بكلام كبير كبير، قال له هذه وراثة وكذا، ويبدو أنكم تريدوا أن تحملوا هذه المراتب والمقامات بدون تعب. الشاهد في الكلام قال كان الحبيب عبد القادر يتكلم وليس عنده إلا أنا، قال جيت إليه وعنده اثنين من إندونيسيا بالمناسبة يكتبون رسائل للحبيب ليرسلها بمناسبة تهنئة برمضان والعيد. قال فذهب الرجلين وبقيت لوحدي. قال كان الحبيب يكلمني كأنه يعمل محاضرة في أمه ولم يكن عنده إلا أنا. كان بعض الأساتذة من تلاميذ الحبيب بكر يقول لنا قال هذا الصوت العالي للحبيب عبد القادر كان يودع به رسائل، يودع به أمانات عند الحبيب أبو بكر. كان يقول الأستاذ هذا اللي يقول لي هذا الكلام قال أنت ومن معك صوت من هذه الأصوات في تلك البلدان. الله. هي صوت الحبيب أبو بكر الذي صاح فيه الحبيب عبد القادر. إذا استشعرنا هذا الأمر بيتسع عندنا المشهد، بتتسع عندنا الفكرة، وبيمكن للإنسان أن يتجاوز كثير مما لا يحتاج إليه ولو كان ذلك صعب. في مجتمع يحتاج إلى، ما أقول مجتمع واحد، مجتمع الحياة الإسلامية والإنسانية عموما، كل الناس اليوم. كان مقطع مشهور لسيد الحبيب بكر يقول كلنا أيتام، الناس كلها تعيش حالة يتم تحتاج إلى من يمسح على رؤوسها، وهذا شيء مشاهد وملاحظ. ربما هذا كلام من هنا وهناك لكن استغلال الفرصة وإجابة عن السؤال. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. هو فوق الأهم، فوق الأهم هذا الوعي، يعني الوعي في الدين والرشد. اللهم ألهم ألهم لنا رشدنا. يعني الرشد هذا مهم، يعني من الداعي ومن ما شاء الله عرفنا الحبيب أبو بكر المعنى الوعي في الدين هذا. جزاكم الله خير. Terima kasih para pemirsa Nabawi TV. Begitulah apa yang beliau sampaikan terkait sosok pribadi mulia ayahanda beliau dan guru kita bersama Al-Habib Abu Bakar bin Al-Mashhur. Kita akhiri program kita ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.